واش الخوت ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غيكون عاوتاني مختلف شي شويه على الفيديوهات اللي دازو. غنجربوا اليوم واحد السيت موقع كيعطيك واحد المقدار ديال الفلوس وديك الفلوس افتراضيين فيرتشوال. المبلغ ديالهم كيرجع لواحد الشخص سميتو بيل غيتس، راه تكونوا كتعرفوه. هاد بيل غيتس هذا من ثلاثه الاغنياء في العالم، ثلاثه الاولين. الثروه ديالو كتقدر ب 100 مليار ديال الدولار. هاد السيت هذا كيعطيك 100 مليار ديال الدولار وكيعطيك التحت ديالها شنو يمكن لك تشري بها، وهذيك الحاجه اللي غادي تشري منها شحال يمكن لك تشري منها من حاجه. بحال مثلا بغيتي تشري دار شحال يمكن لك تشري من دار. بحال بغيتي مثلا تشري طوموبيل شحال تقدر تشري من طوموبيل. مني كتبقى تشري بدوك الفلوس، هذوك الفلوس غير تسالاو، ولكن انت كتجرب مثلا 100,000 واحد شحال تشري لي من طوموبيل، 200,000 واحد شحال تشري لي من دار، وغاده بحال. المهم ما نطولش عليكم، غتفهموا البلان كامل. ندوزو للسيت. كيف ما كتشوفوا معايا ديال الواجهه ديال السيت، ها هي كاينه التصويره ديال اغنى شخص من اغنى الاشخاص في العالم، ماعرفش من الخمسه الاولين ولا ماعرفش من الثلاثه الاولين. سبيند بيل غيتس ماني، الفلوس ديالو كاملين نخسروهم حنا اليوم. شحال الثروه ديالو كتقدر 100 مليار ديال الدولار. بيغ ماك شحال غنشريو منه؟ غنشريو منه 40 مليون، كلشي غياكل. ربعين مليون بيغ ماك، شحال؟ واو بزاف. شوفوا الفوق معايا شحال باقا، باقا 99 مليار ديال الدولار. واش صريف صنداله؟ صنداله بلاش بلاش ما ناخذو صنداله، ولا عرفتي اش غناخذو الصيف هذا؟ كلشي غيبغي يلبس صنداله. ناخذو منها شي 40 مليون. 40 صنداله شحال دايره؟ 3 دولار. 1 2 3 4 5 6 الاصفار. 40 مليون مغربي عنده صنداله ديال الصباح. ماتش اينا ماركت فيش سمين كوكا بلاش تيكيتش بوك لا هاد البلاد بلاش فيديو جيم نو امازون ايكو كونت نيتفليكس. كونت نيتفليكس غناخدو منو 20 مليون كونت. 20 مغربي عندو كونت نيتفليكس. يير يعني عام غادي يسالي لكم هاد الاشتراك. يلا تفرجو. ايربود غنشريها لكلشي. 40 مليون. 40 مليون مغربي عنده ايربود دوريجين 199 دولار. هادو راه دوريجين الدراري. بلاي كات ناخذو منو شحال 10 المليون، حيت ماشي كلشي كيكون كيقصر لي جيم. ناخذو منو 10 المليون. 1 2 3 4 10 المليون. شحال باقا لينا؟ باقا الصرف. ويلي الايفون، كلشي غيضرب الايفون الدراري، كلشي غيشري ايفون. 40 مليون ايفون. 1 باقا 58 مليار ديال الدولار. بيكالا بلاش، مشا بلاش، كلب غنشريو منو جوج المليون، حيت ماشي كلشي كيبغي الكلاب. والمشاش الكلب علاش خديت منو جوج المليون؟ ماشي كلشي غيبغي، حيت ماشي كلشي عزيزين عليه الكلاب. والمشا غناخدو منها مليون. مشاش كيعجبو الدريات بزاف، غنديرو ليهم خاطر مشاو هما، خدينا ليهم مليون يقسموها بيناتهم. التريبورتور ديال الهنود بعدنا ما نديرو بيه. العود غناخدو منو كيدير جوج المليون ونص. غناخدو منو 40 مليون. لا غناخدو منو شحال 40 مليون مغربي شحال من واحد يكون عزيز عليه الخيل؟ غناخدو جوج المليون. فيرما غالية بزاف، إلا شرينا منها بزاف غادي تقاداو لينا الفلوس. هاد البيسين هادا هو غالي بزاف، غناخدو منو مليون. 1 2 3 مليون شخص غيتبرع في هاد البيسين. شوفوه كيفاش داير. ويل هذا ماشي بيسين عادي، راه فيه بلاص شاجور، فيه المزيكا، فيه واعر. هذا غالي بزاف، داير 10 المليون. جيت سكي بلاش، مكانه بلاش، طوموبيل دابا كاينين جوج انواع ديال الطوموبيل، كاينه التسلا وكاينه الفورد. غناخذ لكم هاد اللعيبه هادي هي اللي غتصبر لكم في الطرقات ديال المغرب. غناخذ من 10 المليون.
واو واو، واش لاحظتوا معايا ولا ما لاحظتوش؟ الفلوس تقاداو الفوق، الحاجة دي غالية بزاف، خديت منها 10 مليون. شو شحال بقات لينا؟ $10,000، بقات 10 مليون. زاد 10 مليون شنو نشريو بيها؟ هادشي كلشي اللي بقى غالي، دونك هادشي ما نقدروش نشريو. غنطلعو الفوق اللي كاين فيه، فيه كاين داكشي رخيص، كل شيء شراء نشريو منه كوكا. هاد 10 مليون نشريو مونادا، شحال غنشريو؟ نشريو 10، صافي 2000. 2000 كانتا شحال تقامت علينا؟ ب10 مليون. شوفوا شحال بقى عندنا في التوتال، غنهبطوا نشوفوا شحال شرينا داكشي اللي تقدينا. ها هو يو ريسيبت، شوفوا شحال شرينا. واو 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 واو، بيج ماك، فليب فلوب، كوكا، نيتفليكس، ايربود، جيمنج كونسول، سمارت فون، كيتشن، بابي اورس، هوت تشيب فود. ولكن اغلى حاجه تقامت علينا ها هي، شوفوا ها هي 120، لا هذه 120 مليون. جوج المليار، جوج. اغلى حاجة هي الايربود، شرينا من 40 مليون، تقامت علينا ب8 مليار ديال الدولار. ولا اغلى حاجة يا ربي هي لتحت، 43 مليار ديال الدولار، هي الطوموبيل. الطوموبيل شرينا من 1400 مليون. ترى بزاف ارقام خيالية، انا ما قديتش نستوعبهم، والله ما قديتش نستوعبهم. يعني دابا في هاد اللحظة هادي المغرب كامل ولا غني، تقريبا المغرب كامل، حيت شي وحدين مشريتش منهم 40 مليون، شريت 20 مليون، 2000 مليون، مليون، جبت المليون، مليون، ولكن الاغلبية شريت منهم 40 مليون. ولكن الشخص الثاني اللي غنديروا عليه فيديو عنده الثروة ديالو كثار من هذا، الثروة ديالو تقدر بجوج المرات ونص ديال هذا، الدوبل. يعني هذا غنقدروا نشريو به بزاف الحوايج، هذا دغيا تقادات ليه. هذا بيل جيتس دغيا قادينا ليه الفلوس، شو دغيا بقى عندنا $0. تقدروا نتوما تدخلوا لهذا السيت هذا، غطابيو هذه السميه وغادي تجربوا شنو غتبغيو تشريو، كل واحد يشري على الذوق ديالو. انا درت الذوق ديالي، شريت لكم من الذوق ديالي. في الفيديو الجاي غنديروا داك الشخص الاخر، الثروه ديالو 250 مليار دولار، غنشوف عاوتاني شنو يمكن غتشري لينا. ولكن غادي ما حاطينناش فحال هاد لا ليست هنايا بيج ماك، عطينا شي حوايج اخرين يتشراو، شي حوايج غالي كثر من هكا، ومع ذلك غنشريو. ونسيت ما قلتش لكم البارت الثانيه غادي تكون مجنونه ديال بصح، حيت علاش غادي نجربوا الفلوس ديال اغنى شخص في العالم اللي كتقدر الثروه ديالو 250 مليار ديال الدولار. يعني غنقدروا نشريو حوايج بزاف، وغنجربوا واش تقدر تشري لينا برودوي واحد 40 مليون مره، زعما بحال غنشيو السكان المغرب كاملين. بارت ثانيه هذه اللي دويت لكم عليها دابا غتلاح من المورا هذا الفيديو اللي تفرجتوا فيه دابا. واخا هكاك اللي ملي غادي تبغوا تجربوهم نتوما، يعطيكم واحد الاحساس في شكل زوين، غتحسوا براسكم بحال داكشي واقعي. وفي الاخر فاش كتشريو داكشي كامل، كيعطيوكم لتحت التوتال ديال اي حاجه شريتوها والمجموع كامل شحال خسرتو، والفوق شحال باقي ديال الفلوس اللي شاطوا لكم. الا ما شاطوش راه ما كيبقى والو، تيبقى الاصفار.